عندنا دونك موديل دو ريبارتيسيون دي زيكترون. لي زيكترون في وسط الاتوم كيفاش منظمين، كيفاش البوزيسيون تاعهم؟ بون انت تعرف ان الاتوم كال ام يعطيك الصحة كا ال ام، دونك مانيش ندخل في التفاصيل علاش كا ال ام درسناها، ندخل في الرسمي احنا. طب باهي، لي زيكترون دي الاتوم دونك سو ريبارتيس دونك دي كوش الكترونيك، والا يتسميو نيفو دينيرجي. كلمة كوش الكترونيك هي سينونيم تاع كلمة نيفو انرجي، نفس السونس ونفس المعنى. ابارتير دي نوايو نوتي كا ال ام، لازم تحط الكا قبل بعد ال بعد ال اي. ب دو ريبريزونتي بار بيان سور دي ليني اوريزونتال، اي لي الكترون سون ريبريزونتي بار دي بوين. ب لا كوش كا دي كومبورت او ماكسيموم دو الكترون، كوش كا تهز ماكسيموم تاعها دو الكترون. الكوش ال كومبورت او ماكسيموم 8 الكترون، والام كومبورت او ماكسيموم 18 الكترون. باش نسالك الكره ذي كامل تو، دونك قريت الكام تاع الاتوم والكام تاع ليون. اي لورسك ليون بير دي الكترون باغ اكزومبل، الا غاني دي الكترون، يا اخي هو اي اخر بارانتيز هو شنيا ليون. لورسك الاتوم غاني او بيان بير دي الكترون، اي ديفيان ان ايون سامبل اللي هو ينجم يكون ان كاتيون او بيان ان نيون. ذي قريتهم عام قبل، فكرتها؟ اي بي اون كوش الكترونيك دونك ايديت ساتوري، ساتوري يعني سيبو معبيه، سي ال رومبلي بار لو نومبر ماكسيموم ديليكترون. باغ اكزومبل الكوش كا هازت زوز ديليكترون، عندها دوز الكترون تتسمى كوش ساتوري. هذيك ال ال باغ اكزومبل عندها ويت الكترون تسمى كوش ساتوري، عندها سي تسمى ماهيش ساتوري، نون ساتوري. يعني مادام يعني اذا كان كامله يعني ساتوري نقولوا له اي نقولوا ساتوري، كانها ناقصه ماهي ساتوري. باغ اكزومبل ال كان فيها 6 راهي ماهي ساتوري، ولا توم كلها راهي ماهي ساتوري. عيطوا له اذا كان ست، ستة شبيهة؟ اذا كان الكوش مش كامله مش نعيطوا له نون ساتوري نو عكس كلمة ساتوري. بي. باهي، والكوش ام بيان سور ما تكون ساتوري كما تكون فيها 18 الكترون، سينو كان فيها 17 تسمى نون ساتوري. باهي، اشتو لا اله الا الله واشتو محمد رسول الله. قريتو اللي كا وقت اللي كوش ام تاخذ فيها 8 الكترون، فما دي كان ناخذ الكوش ام ساتوري ايه افيك مدام يعني الكترون. تولي تولي شو اسمه تولي ويت ويت دو قديه 18 دو ويت ايه ايه. تولي 18 الكترون ليه نقص الكوش ام بركة، يعني كيفيه يعني الام بركة الام ريتها كوش ام اللي هي اخر كوش. كتبت لك لان اونتر بارانتيز لا كوش ام اي سيبوزي ساتوري افيك ويت الكترون، فما دي كال كوش ام سي بوزي ساتوري افيك ويت الكترون. فهمتي ولا ايه؟ يعني تكون معبي يعني بيت الكترون ما هي تهز دي زويت راه، فما ايه ديكا حتى كي تبدا عندها ويت سي بوزي ساتوري. ما عملتوش عليهم اكزامبل هذيا. ايه ما فهمتكش برك يعني كيف شخصتك بالضبط الكوش ام مي كومبورت او ماكسيموم دي زويت الكترون، ايه كي توا تبدا عندها كوش ام دي زويت الكترون تسمى ساتوري هكا ولا ايه؟ ايه فما ديكا الكوش ام كي تبدا هي عندها 8 الكترون تتسمى ساتوري، سوبوزي ساتوري يعني كانها ساتوري. وقت يبدا عندها 8 الكترون هي كرر على الاخر جست رمارك هي. باهي، دونك لي الكترون دو لا كوش اكسترن دو لا توم سون ابيلي الكترون دو فالونس. الكوش اكسترن اللي هي الكوش ام الكوش آخر الاخرى واحدة اسمها كوش دو فالونس، والالكترون اللي فيها يتسمى دي الكترون دو فالونس. مدام نعم سمعني مدام داري شنو في الدرس سي دي مونتير اش معناها وين يكون ليه مش موجودة هي ما اكسي سي دي مونتير سي دي مونتير؟ اعطيني ايه الجمله الكل ليه كن فين في استعملتوها جمع الكل في الدرس هذي بالاس ولا بالسي؟ بالاس اي مع انا هو مع انا هو اللي ما استعملته في شنو هي سياق الجمله استعملته في الكل. والله سي دالي هي نفسها دالي هي الكوش اكسترن ستوديو مونتير اس او دي اي ام او ان تي اي اي ار او، ايه والا بالاس ولا بالسي؟ خاطر انا ما بس بس سي دي مونتير. طب تنجمش تعطيني الجملة اللي استعملتها فيه؟ ما نلقاش ما نلقاش
نزلت عاد مدام غادي انا غلط. كان كتبها في الكور. اعطيني الجملة. ليه مش موجودة في الكور؟ بالك تقصد بيها كوش اكستيريور؟ اي ديك هي، ما هو عاود فيها الكلمة دي، كان الكوش اكستيريور. اكستيريور ما سي مونتير دي الحق ما عرفتنيش نقبل كلمة اكستيريور. ريتها كلمة اكستيريور بيشو بي. هذه ما هي الكوش ام بيسان ك ال ام. هذه اسمها كوش دو بالانس وإلا تسمى كوش اكستيريور. جاي كلمة اكستيريور جاي من كلمة بالعربية خارجية، خارجية يعني نجم نستعملها باش نعبر على كلمة آخر واحدة. اسمها كوش اكستيريور وإلا كوش دو بالانس. أما سيديمونتير هذا الحق ما مثل بدأت بالسي مش بال الله أعلم كتبها لكم هو في السبورة. ليه، ما يعني هو كان يعاود فيها الكلمة ذيك هي. بدأت يقصد سوبريور. هي كوش سوبريور لا تسمى هي دي. أنا بين نجد عدم بالينا الوقت بيه وين وصلنا احنا؟ الإلكترون دو لاكوش إكستير بعدها بلاستيكتير الإلكترونيك. كوش اكسترن جاي من كلمة اكستيريور. اكسترن يعني اسمه كوش دو فالون ولا كوش اكستيريور. ب لا ستركتور الكترونيك ولا كونفيغوراسيون الكترونيك سما عندها نفس الاسم لهنا. نفس ستركتور الكترونيك ولا كونفيغوراسيون الكترونيك نفس السونس. دان تون بيتر ريبريزونتور ان اون فامي مدام الكترونيك. هذه مدام اسمها شيما. يعني هو مدام في دوبال يعطيك دون موا ان شيما. تي هذي مدام كي وين يقول لي فورمولي مدام شنو. اعطيني، نعم كي يقول لي اعطيني الستركتور الكترونيك ولا الكونفيجراسيون الكترونيك، نعطيه يا هذه حاضر الام. مانيش نسمع فيك بالباهي. مدام اذا كان يقول لي اعطيني الستركتور الكترونيك نعطيه له هذه الكاش الكوش ك الام. مدام الو وي مدام تسمع فيها؟ هاي مدام هاي صوتك غاب بكري رابر ما عندك مشكلة تعزو. حطيت اللي احنا زوز. سامحني نعم نعم مدام عندي مشكلة كونكسيون. اي دونك يا حاجة نرجع لك لهنا كلمة نرجع لنا كلمة اكسترن. كلمة اكسترن نعبر عليها في الفرنسي نحن بالك نعم اكستيريور اكستيريور. ب اكسترن يعني خارجي عكسها كلمة انترن. نعم عكس كلمة اكسترن هي كلمة مدام انترن. نعم كي يقول لي مدام ستركتير الكترونيك اي اعطيني، كي يقول لي خرج يعني نكتب له الكوش ك ال ام ونعطي له استركتور الايون. الكترونيك ب نعم كونفيغوراسيون هو يعني مش يعطيه لك في دو كا، في الكام تاع الاتوم في الكام تاع الايون. مش تشوف الاتوم وقتاش ولات ايون مو دو كا بوسيبل تاع نشوفوه. اما هذه الكا ال ام كا ال ام هذوما الليني هكا وتحط ريبارتيسيون تاع الالكترون تاعك. هذه تهزوز هذه ستة هذه سانك فور اكزامبل. هذيك نعم عندها اسم هذه اسمها شيما الكترونيك. هذه شيما الكترونيك ده هذه اسمها شيما بلي راح اجس لها يا حيدر. ده هذه اسمها شيما الكترونيك. يعني كي يعطيك في الدوار اعطيني شيما الكترونيك. هذه اسمها شيما الكترونيك وكي تحط له هكا ك ال ام هكا تحط له ك ال و اي. يعني كل واحدة كل كوش قداش هذا. فور اكزامبل ك فيها 2 ال ال فيها 8 وال ام فيها فور اكزامبل حسب الاتوم تاعك ال ام هذا 7 فور اكزامبل. هذيك شنو اسمها
الشيما هذيك اسمها فورميل، الفورميل. هذيك هذيك اي اسمها فورميل الكترونيك، وهذيك اسمها شيما الكترونيك. لازم تفرق بين هذه وبين هذه. هذه شيما يعطيك الشيما اي تعطيه له هاك، كي يحب على الفورميل تكتبها له هاك، ما تكتبش هذه. نجم تكتب له هذه باش توري هذه كيفاش خارج، اما هذه لازم تكتب في الفورميل. فهمتني؟ ب باش نسألك انت تو سألتك صحيح. دونك لا ستركتور الكترونيك ولا كونفيغوراسيون اسمها الكترونيك دان تام بو اتر ريبريزونتي بار ان شيما او بار اون فورمول الكترونيك. هذه اسمها شيما وهذه اسمها فورمول الكترونيك. ب اشتغل لا اله الا الله محمد رسول الله. ب ريغل دو رامبليساج دي كوش الكتريك. قلتهم لي ريغل هذوما ولا لا؟ من هم؟ ريغل دو لوكتي، يعني ريغل مدام دو لوكتي كوش وريغل دو الكوش ما تفوتش دو، والاخرى الكوش ما تفوتش لازمها تكون ويت كوش دو. قرتها ولا هيك دو لوكتي؟ لا انا دارم ما فهمتش. الغاجل دو لوكتي قريتوش كلمة غاجل دو لوكتي وغاجل دو يي ريجل دو لوكتي كلمة ريجل مدام مش موجودة في الدرس بتاع الريبراكسيون. قريتوهاش هكا لوكتي مكتوبة اصلا. اوكي والله نذكر نذكرها كلمة اوكي. هاك تكتب هاك او ال وهاك او سي تي او تي. قريتها ولا ايه؟ درس ده ما مش واضحة. ليه في درس ده مش موجودة الكلمة. ما أنا يعني سمعت، أنا سمعت الوقتين ماكش كاتبها؟ ليه؟ يعني مش أنا كلمة مدام مش هو كور، هو كور إن نكتب فيه مش موجودة كلمة الوقتين. ما هو قاعد يقول فيه غاقد دوي وغاقد دولوكتي دي. بيه اه مدام غاقد تو فهمتك، مدام تو فهمتك، انت تو في الدرس الاخر مدام شني تاع ال لي ريك دي دي دولوكتي دو لا توم. هاي عملتوه في درس وحده. ليه مش داخل هذاك؟ لا جدك تحكي ناي نقسمهم لكم على زوج دروس بيه مش مشكلة. Mais le remplissage d'une couche ne commence pas lorsque la couche qui la précède soit saturée. Le remplissage, يعني باش نملاها الطبقة. Par exemple, من نتعدى للطبقة A لما الطبقة K هذيا تكون saturée فيها دوز إلكترون. كي تعب هذي ليه دوز إلكترون نتعدى واضح. اللي بعد، تعب هذي نتعدى اللي بعد. هذي كاشني مكتوب فمي. Une couche électronique doit contenir le maximum d'électrons célibataires ne dépasse pas 4 électrons. Donc, règle de l'octet, ب لا قلنا مش موجودة في الدوار يعني. واضح معناه جوست الشيما والفورميلا كهو فقط، اه خاطر غير دولوكتي وكل ما قريتوش لي زون كوفالونت وسيمتريك وديسيمتريك. اي ذيك في الدرس اللي بعد يعني مش داخل. مش داخل في الدفوار. ب اي دونك جست بارتي هذه احنا تو جست كيفاش نعملو ريكوش نتاعنا وكيفاش تسمي حتى هكا مدام شيماء دلويس، حتى شيماء دلويس مش داخل. اي شمال دلويس راهي بي كومبليكي، راه صعيبه شويه شمال دلويس فيها برشا خدمه. وتش باش تستحقها في التروازيم اني انت باش تعمل سيونس اللي عم جاي. والله ما زدت معنا شيء. لك في باهي سيونس باهي خلينا ناخد دي زيكزامبل. خدمتو ليكزامبل نتاع لاتوم وخدمتو اكزامبل نتاع دي زيون هكا ولا في الرومبليساج نتاع لي كوش نتاعنا لهنا. خدمتو اكزامبل نتاع اتوم نتاع ليزيون. اي باه نعطيك بار اكزامبل الاتوم هذيا عندنا اس. منعرفش احمد جاي ولا ليه، ما نشوفش انا الحق. طوندو موجود. احمد جاي ناي كلمني يا احمد، ما نحبش نخرج باش ما نخرجش من الباج هذي ترسلي بعد راجع. وي وينك يا احمد معانا؟ اي اسمعني يا احمد كي تدخل كلمني باش نشلق بيك جيت، خاطر انا ما كي نخرج من الباج دي كل شيء باش يخرج لي برد. معليش ما نحبش ما حطيتهاش انا هنا مقابلك. لا صباح احمد اي دفارك مازال احمد انت وش
ايه به قريتو الدرس هذايا؟ بتاع الكوش. اي كوش الكترونيك. ايه باهي، دونك اشوف مره باش نعطي التوم الاحمد، مره باش نعطي الحيدر، والا اخدموهم الزوز مع بعضكم، وكل مره يجاوبني واحد. فار اكزامبل ايس، لاني عندي 32 لهنا اللي هو الا، قريتو هذيا الا اللي هو هاي نمبر دو ماس، وزيد في اللوطة. صحيت الزيت اللي هو السيس. باهي انا توي كنحبكم تعطيوني الكونفيغوراسيون الكترونيك والا الستركتور الكترونيك نتاع التمرين. نبدأ نحط لكم ليكوش هكا ك، وانا يا حاضر في بالي الدرس الكل داخل هذاك، علاش ماشي مدى خاطر ماني نسك البر مدى هو نفس المنهج راهو ما ضل يعني في هو تونس الأصل. يخدموا درس كامل في تونس، ما يقسموهمش على زوز دروس، لحتى اللي انتم غادي يقسموا على زوز ولا ثلاثة. ب ك ال تتقسم على ثلاثة أصلا ثلاثة، هي ساعات ثلاثة لاحظت هاي. سيمتريك، حتى السيمتريك بعده على الأوكتي والدي بتاع السيمتريك ودي سيمتريك. ما يجيو هما فرد كور، كل واحد وكيفاش، ما نعرفش. انتم ما تقراو برشا سويع في الجمعة؟ عندنا ساعتين وساعة وساعة. ساعتين، ساعة، ساعة، 4 سوايع سافا. باهي هاي خلينا نخدمو ليكزامبل هذايا، وبعد اشاك فوا نعطيكم دي زيكزامبل تخدموهم لي، خاطر فما اكزارسيس لي دو زيكزارسيس باش نخدموهم في هذي، راه نشوف لي زيكزارسيس اللي في البارتي اللي قريتوها نصلحوهم، والبارتي مش داخل نصلحوهم المرة الجاية. دو زيكزارسيس انا حضرتهم لهنا. باهي ك ال ام لهنا عندي سايز هكا ولا ايه مدام باهي في عندي الكوش كا مدام نحطه دو باهي نحط دو سي بون ساتوري الكوش، كان تعدل الكوش ال هكا ولا ايه ايه كوش مدام ال نحطه اللي ويت هي كومبورت او ماكسيموم 8 الكترون. دونك نحط 8 1 2 3 4 5 6 7 8 شاب قاعدته. طب ما زدت ستة في الكوش ام طيب مدام الكوش نحطه ام أربعة بعدين نحطه زوز. باهي نحط 1 2 3 4 وبعد نحط واحد لنا، واحد هذيك واحد لهنا هكا باش نبين هكا واضحة هذي. اعطيوني تويكا النومنكلاتور نتاعها والا باش نكتبها الفورمي تويكا. كادو ال 8 ام 6 الويت مدام ام شنو هذيك السهم ال ليه من السورية، من السورية ذاك ماهوش سهم، ماهوش سهم السورية ماهيش. أي باه كادو ال 8 ام 6 باه، باش نعطيكم اكزامبل اخر، باش نعطي اكزامبل للاحمد واكزامبل للحيدر. مدام نعم سامح مش قولك حاجة مدام عرفت الدرس اللول مدام بتاع الموديل موديل دو دو لابتوب لابتوب. اي كانت تحب مدام كي تنجم مدام بعدين كنت تنجم ترجعولي شوية موديل دو لابتوب. اوكي ابعث لك مستر ايمن الكوره، ما جاني شيء ذالي جاني ما مشوتوش خاطر بعثت لك مش انا اي متواصل معاه يعني امي متواصل معاه قلت اي شوفوا بعثتهم لك، بعثت لك كور نتاع مونتي فارك غدوة، الكور نتاع البويسانس، والكور نتاع الاتوم هذاك اللي فيه الماس اتوميك والماس موليكولير، كنت تفكر لا فكرته. ذكر اي ما وبعثت نشوف بعدك عندي وقت عندك بعدك شي بروبليمه؟ ما ده مش راجع يعني معك مش باه خاطر ما مدام في برشا قواعد اوكي تو نبارتاجي معاك الكود، ماهوش طويل هو، تو نكلم اي من بعد يبعثهولك دي دو باج، هما ما فيه اللازم في اللازم معناه. اي باه عندي الاو هذي اويت باهي، ترى اخدمو هذي الاويت مدام ولا مو نجاوبو قريب. في الكوسكا فما دو اتوم باهي وفي لحظة الكوسكا هكا في الكوش ال فما كاتر فهمتو فما اسمح لي فما سيس صحيح فما سيس. باهي مش نسألك انا اسكو لابتوب هذي ساتوري والا لا، شنو تجاوبني انت احمد لا انا هي وحيدر؟ ال مش ساتيري والكا ساتيري
بالكا ساتوري الال ما هي ساتوري الال ما دي كان فمش مش موجوده جمله ولا تو لا توم مش بيحنا توم ساتوري ولا معناها الكوش أنا بتاعها من هذه ساتوري ولا طير طير آه لا لا ما هي ساتوري هكا ولا خاطر لا مستطيل وقتها تبدأ للتوم ساتوري إلا ما يكون الكوش متاحة ثلاثة ساتوري نعم وقت تسمى اتوم ساتوري سينو بالنسبة للكوش لازم الكوش هذه تهز دو و ماكسيموم عندها دو تهز دو سي بون الكوش هذه ساتوري الكوش هذه ناقصة زو دونك هذه تسمى كوش ماهيش ساتوري نون ساتوري هذه لو لا ما وصلنا لهاش أصلا باش نعبيها دونك شنيا الكونفيغوراسيون تاعي لهنا كادو السيس كادو L6 به كادو L6 به وتويك باش نعطيكم اكزامبل نتاع لي زيون قريتو لي زيون هكا ولا بار ديفينيسيون ليون هو شنو هي بار ديفينيسيون لورسك لاتوم بير او بيان غاني دي زيلكترون ال سو ترانسفورم او انيون سامبل شارجي نيجاتيفمون او بيان بوزيتيفمون يا اما مدام شون اسم فرص مدام توم ما بين الاتوم والليون الاتوم هي عندها دي بروتون اي دو نوترون ماك تعرفي وسط الاتوم هاي اللي تاع النوتر نتاعها عندها نفس النمبر دي بروتون ونفس النمبر دي ديزيلكترون باهي الاتوم هذيك وقت اللي تخسر ديزيلكترون والا تربح ديزيلكترون يعني نمبر ديزيلكترون ماهوش هو نفسه النمبر دي بروتون في شو اللي عندها مش عليه مدام اذا كان بيردر تولي بلوس وإذا كان غاني موا في دو كا هي وقت اللي تربح والا تخسر دي زيلكترون يعني نمبر دي زيلكترون تاعو باش يتبدل سو شونج تولي انيون سامبل في الفيزيك اسمه ايون سامبل ايون سامبل هذاك حسب ما هي يا اما ربحت كان ربحت والا خسرت باش يولي ايون سامبل يا اما شارجي بوزيتيفمون والا نيجاتيفمون حسب لاتوم تاعي شنو صار لها يا اما ربحت يا اما خسرت وكل دو زيون سامبل هذوك ما عندهم نومنكلاتور هما اسمهم نيكاتيون الي لي زانيون كنفكر اللي هما فما واحد نجم نرسمو هكا عنده شارج بلوس اكس هذه هو رمز لاتوم ونجم نكتبو هكا عنده شارج موا لهنا وقت اللي لاتوم تربح دي زيلكترون لهنا وقت اللي لاتوم تخسر دي زيلكترون نعم واضحة تفكرت هذه قريتها عني ولا اي باهي دونك بار ديفينيسيون ليون هو لاتوم لوغسك لاتوم غاني او بيان بير دي زيلكترون يعني النمبر تاع دي زيلكترون تاعها باش يتبدل باهي نعطيكم اكزامبل بار اكزامبل تاع اتوم ام جي بار اكزامبل باش نعطيكم ام جي 12 هذي مدام سامحني بهذا نعم مدام مثلا نقولوا الاو اللي عملناه تو نقولوا او الاكسجين موا اي موا تولي كا دو ال سيت او موا يعني رابحة هي الكترون اي ليه تولي ال سيت تولي كا دو ال سيت اما باش نوريلك كا هي تكون هكا باش نعطيهولك ايون يعني وباش نشوفوا النمبر نتاع النمبر نتاع الالكترون في الكوش نتاعها نورمال قريتو هذيا وباش نشوف اسكو مدام الاتوم نتاعك الايون الايون تو مدام يعني الاو بلس ولا موا والاتوم هي الاو اي الام الاتوم ما عندهاش شارج تعرف اللي في الكا في اليتا ستابل الاتوم الكتريكمون نوتر تو شنو الفرق هكا مدام ولا سمحت شنو الفرق مدام ما بين الالكترون والبروتون الالكترون والبروتون الالكترون والبروتون ما عندهمش نفس الشارج بار اكزامبل ماك تعرف انت السمبول نتاع الاتوم تاعك هو هك فيزيكمون الاتوم به فيزيكمون انا نسالك على الماس نتاع الاتوم قرينا المره اللي فاتت وريتك المره اللي فاتت اللي الماس نتاع الاتوم 90% منها تتشكل في الماس نتاع في الماس نتاع النوايو نتاع هكا ولا نعم تفكر كي تجي باش نحسب نعطيك كيستيون كالكولي لا ماس دو الاتوم اوتوماتيكمون تمشي تكالكولي لا ماس دو بروتون اللي هو في وسط مدام النوايو ونقسمها مدام نعم يعني هو يعطيني مدام الكوسيني ونقسم على ال او شنو هي اللي باش تقسم على الاو اللي ايش اسمه مدام في سؤال مدام مثلا اذا كان يقول لي اعطيني النمبر دو شارج يعني هو في من ايه الكوسين من يعطيني بولو شارج
في الكونسين يعطيني النمبر، اعطيني الشارج، اعطيني باهي. الماس دو لاتوم، يعني الماس دو لاتوم هذا نقسمها على الاو. لحظة، عطاك الشارج توتال انت على التومة؟ الشارج عاودي لا لا لحظة، بالوحدة بالوحدة لحظة برك، شنو هي الشارج اللي عندك؟ شارج دو لاتوم هذيا؟ لا لا، يعني هو برك سألتني برشا أسئلة في نفس الوقت، بيركز روحه كسلت شوية. مش يقول لك مدام اعطيني النمبر دو لاتوم. نمبر اوكي دو لاتوم، اي شنو نمبر دو لاتوم؟ نمبر ديال هي أطعم واحدة، شنو نمبر دو لاتوم؟ هاي نمبر لاتوم بي ماذا بي تو تو مدام تو نوقف الاكزرسيس تو نقول لك عليه أنا ما فهمتش سؤالك راني، والله لا فهمت. مدام كي تو تو نص كي ندخل الاكزرسيس مدام تو نلقاه لا أنا تو نقول اكزرسيس خدمني ماني مزيان مدام حماتي. سيس مبعث سؤال من الاكزرسيس البروف بعثينا اليوم تو موريهم ده نمبر هكا، نمبر دو لاتوم هكا الكلمة. تو أكيد توريك مدام بديك قالت بديت لا أعطاك الماء، بريكش أعطوك الماء موليكولير، ماشي تنشوف كان أعطاك الماس موليكولير تنجم تطلع به. أوكي خلينا نكملوا، باهي مانيش ندخل في برشا تفاصيل هذوما. حكيت لك اللي الماس دو لاتوم تتشكل 90% منها أو أكثر في الماس نتاع النويو نتاعها، والماس نتاع النويو هي الماس دو بروتون بلس ماس دو نيترون. باش تحسب الماس نتاع الاتوم تحسب الماس نتاع النويو، وباش تحسب الشارج نتاع الاتوم تحسب الشارج نتاع النويو نتاعها والشارج نتاع لي زيليكترون، هذاك اللي تطلع لك ايجال زيرو، على خاطر دو نيترون في النويو الشارج نتاعهم ايجال زيرو، ولي بروتون الشارج نتاعهم ايجال بلس او اللي هي لا شارج اليمونتير او، والشارج نتاع لي زيليكترون ايجال موان او. لي زيليكترون عندهم ماس ولي بروتون عندهم ماس، ولي زيليكترون ولي بروتون ما عندهمش نفس الماس. باهي ده. اوكي تتفكر كيفاش المرة فاتت كيفاش طلعنا الماس دو لاتوم اي اللي هي عملناها الأ في الماس دو نيكليون؟ الماست اللي والماس دو نيكليون فيزيكمون عنده فالور، واه اللي هي الان بلس بي هكا ولا. اي والماس اتومي، الماس موليكولير اتوميك هي لا ماس اتوميك دو لاتوم فوا لو نومبر دافوغادرو، هاك الان هذيك كنت تتفكر. وقتاش نستعملوها اي وقتاش كي نستعملوها يسألك، مدام النوم ده كي يسألك دون موا لا ماس دو لاتوم تعمل له ومدام ماس ليش دو لاتوم، نستعملوها مدام في ماس مولير ماس موليكولير، موليكولير هذيك اسمها لا مولوكولير ماس، اي الماس الماس دو لاتوم باش نكتب لك ام ا تي، ام كبيرة مدام يعني اي الماس نتاع الاتوم واحدة هي ا في الماس نتاع النيوكليون. نيوكليون راه لا مش النيترون، تغلط فيهم انت، نتاع النيوكليون نترك اليوم ما دام هي الا هي ال اللي هي ان بلس بي. ده والماس والنترو ما دام هي الان عاود لي نترو ما دام مصدر النترو هي الان صحيت، هي ال ب بماس موليكولير اللي هي لا ماس دو لاتوم ام اتوم فوا نومبر دو فوغادرو. باهي كان عطاك في الاكزرسيس اعطيني الماس دو لاتوم تعطيه تخدم له بالفورميل هذه، وكان عطاك اعطيني الماس موليكولير اتوميك تعمل ماس دو لاتوم فوا لو نومبر دو فوغادرو. تنوريها لك في الكور هذه. بيه.